أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج مع الحدث. نواصل تغطيتنا للحدث المهم وهو المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة في طبعته الثانية، وسنتحدث في الجزء الأول من البرنامج عن واقع المؤسسات الناشئة في إفريقيا وآفاق تطوير القطاع والدفع بعجلة التنمية عبر هذه المؤسسات التي تعتمد أساسا على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد شيباني عزدين، خبير في الشركات الناشئة وتصميم النماذج. مرحبا بك سيد. شكرا سيدتي على الاستضافة. شكرا لقبول هذه الدعوة. في البداية سيدي، ما هو واقع المؤسسات الناشئة بالقارة الإفريقية؟ شوف، نستطيع أن نقول بأن الشركات الناشئة في إفريقيا هو تقريبا هذا المصطلح كان غريبا نوعا ما. فبالتالي من خلال مثلا المؤتمر الأول بدأت بعض الدول تهتم على أنها تعمل في تكتلات جديدة، لأنه الآن العالم يتكتل، فبالتالي أنني نبني خبرة في بلد واحد تحتاج إلى مصاريف كبيرة جدا. الحاجة الثانية، التحديات الكبرى التي تعيشها إفريقيا تجعل من المشاكل على أننا نستطيع أن نجد لها حلول، لأن الأثمان هي باهظة، فبالتالي ما نقدرش نعتمد مثلا على حلول موجودة مثلا في اليابان ولا موجودة في أمريكا ولا موجودة في أوروبا، فبالتالي هذه الحلول لا تصبح مناسبة. دوك الآن ولوج إلى أفكار تبنى بالأفارقة، هنا يكون التحدي. والآن كيف هذا التحدي؟ الجزائر أرادها من خلال رئيس الجمهورية سيد تبون على أن هذا التحدي يكون فرصة. نعم. هذا الفرصة من خلال المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني لاحظنا القفزة النوعية، من مؤتمر كان نوعا ما بدائي جديد ولكن إلى مؤتمر كان فيه أكثر من 50 دولة إفريقية. نستطيع أن نقول في الافتتاح لاحظنا مثلا الكلمة رئيس الاتحاد الإفريقي عن طريق ممثله بكلمة مباشرة، فبالتالي هذا هو اهتمام. نقدر نقول أن المراحل اللي راح تجي في المستقبل كيف نستطيع أن تكون هيئة. في المؤتمر السابق كانت خريطة الطريق، هي كانت عبارة عن مشروع خريطة الطريق، الآن أصبحت التفكير كيف نستطيع أن ننشئ هيئة إفريقية تهتم بالشركات الناشئة والابتكار واقتصاد المعرفة. الحاجة الثالثة، نقدر نستطيع أن نقول الآن الجزائر تقدمت بهذا المشروع بأعمال عملية واقعية. لاحظت كل الدول التي شاركت في السابق لما جاءت إلى الجزائر لقت أشواط أخرى قطعت. في ظرف سنة. فهذا ما حفز الأفارقة على أنهم يبحثون على حلول تشاركية كيف يستطيع مثلا أن يكون هذا الإدماج من بين مثلا الأشياء التي كانت تدار في الكواليس، كيف يستطيع أن يكون صندوق تمويل لشركات الناشئة إفريقية يمول الصناديق المحلية. تعتبر هذه مبادرة عملية أكثر، كان الرئيس كان يلح على أنها تكون كتجربة أولى كشيء عملي بالنسبة لهذا المؤتمر. نعم أستاذ شيباني، في هذا الإطار ربما نتحدث عن المؤسسات الناشئة، ماذا تجسد عن إعلان ومقاربة الجزائر لتطوير هذا القطاع؟ شوف الآن مقربة الجزائر أن الشركات الناشئة تكون قاطرة وتكون دافع للاقتصاد الوطني، لأن الآن الاقتصاديات باش تنجح في العمل كان معادلة كان مقاربة. أولا لازم يكون عندك أقل تكلفة أقل سعر، ويكون عندك منتوج يصل سريعا إلى المستهلكين. هذه العملية في المؤسسات الاقتصادية الكلاسيكية تعتبر حالة ثقيلة جدا، أنت تتكلف أموال كبيرة جدا وتكلف جهد. الشركة الناشئة هنا تقدر تدخل مثلا كيف تستطيع أن تعمل هذا الربط، هذه المقاربة، مع أنت شغل تلحق على أنها تقلص التكلفة مثلا في النقل. في بعض الأحيان نحتاج إلى حلول تكنولوجية مثلا في تطوير بعض المواد الأولية التي الجزائر مثلا تجيبها من الخارج، فبالتالي نستطيع أن نجد لها حلول في الجزائر من خلال المخابر الموجودة في الجامعات. تخيلي أكثر من 100 حاضنة في الجامعة، تخيلي أكثر من 1000 مخبر على مستوى الجامعات، وتقريبا نلقى معها تكنولوجيات كثيرة. الآن نشوف المقاربة الجديدة على الرئيس لما طلب من وزير التعليم العالي ووزير الشركات الناشئة على أن يكون عمل تكاملي فيما بينهم. لاحظنا هذه الديناميكية الجديدة التي برزت في الجزائر. الآن هذه الديناميكية كيف نستطيع أن نتقاسمها مع الأفارقة من حيث أولا نقل التجربة والخبرة والتكنولوجيا والتكامل فيما بيننا، لأننا نحتاج إلى حلول تكاملية. في هذا الإطار أستاذ شيباني، ربما ما هي فرص العمل المشتركة بين بلدان القارة الإفريقية لتطوير المؤسسات الناشئة؟
شوف لما نجمع التحديات في افريقيا تقريبا هي تحديات واحده. نعم. مثلا عندنا مشكله تاع القمح، فبالتالي لو يكون اكتفاء الذاتي في الجزائر فهذاك الفائض لازم يكون فائض يحول الى افريقيا. ونفس الشيء نلقاو بعض المواد باريزون الاوليه موجوده في الجزائر ولا نجدها في دول اخرى. لاحظنا مثلا ضيف الشرف هذا العام هذه السنه كانت تقريبا كان في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا تعتبر قاطره افريقيا حقيقه. نعطيك مثال، الجزائر في ترتيب الشركات الناشئه قبل ما ننطلق في هذه الديناميكيه التي قام بها الرئيس كانت ماشي مصنفه. أصبحت الآن 19 عالميا، ثانية إفريقيا، فبالتالي هذا العامل الدؤوب هو الذي جعل للجزائر على أنها تقدم نماذج للتشارك. مش قضية كلام، مش قضية ورقة طريق فقط، وهي عبارة عن مشاريع تم تجسيدها عن تواصلات. مثلا نقاو إثيوبيا، مثلا ناخذ شركة ناشئة في إثيوبيا لما تجي الجزائر في إطار الشراكة الثنائية اللي توضعت بين الجزائر وإثيوبيا يقدر ينشأ شركة في الجزائر ويقدر يلقى سوق في الجزائر. ونفس الشيء الشركات تاع الستارت اب في الجزائر تقدر تروح إثيوبيا، مثلا كذلك تونس. هذه النماذج العملية اللي راحت بطريقه معناتها اكثر سرعه في التنفيذ واكثر واقعيه وجدت الافارقه يهتمون بهذا الموضوع. نعم، في هذا الاطار ربما كيف ستكون ميكانيزمات بين دول افريقيه في هذا المجال حسب تصوركم؟ شوف من بين الميكانيزمات اعتقد حان الوقت ان تنشئ هيئات افريقيه تهتم بهذا الابتكار، تهتم بالشركات الناشئه، تهتم بالتمويل. الصناديق مثلا الصندوق المحلي لازم يكون صندوق افريقي يبث فيه يضخ فيه الاموال الافريقيه حتى تستطيع ان ترافق تلك الشركات الناشئة في إفريقيا على أنها تتكامل وتتعاون فيما بينها. ونوضع هذه المقاربة على أن الحل في الجزائر قد يكون حل مثلا في زومبيا، قد يكون حل في نيجيريا، قد يكون حل مثلا في إثيوبيا وغيره، في مصر وفي تونس وغير من الدول. نعم، ماذا سيكون دور صندوق صناديق تمويل المؤسسات الناشئة من خلال هذا المؤتمر؟ كيف تتوقع؟ شوف نقدر نقول النبيلة الأولى وضعت في الجزائر الآن وجود ممثل للاتحاد الإفريقي شخصيا لرئيس الاتحاد الإفريقي، أعتقد بأنه كان إرادة سياسية قوية جدا. لاحظوا بأنه هذا التفاعل يكون هذا تفاعل إيجابي. لما لاحظنا مثلا هيئة دولية الآن تشارك في الجزائر، تخيلي أكثر من 200 مستثمر أجنبي موجود في الجزائر في هذا المؤتمر. أكثر من 100 متدخل خبير متدخل في التكنولوجيات والرقمنة والذكاء الاصطناعي موجودون هنا، هي عبارة عن ورشات حية. قاعة المؤتمرات فيها فضاء مثلا للعارضين حتى 500 عارض. بالتالي كل هذا معدل 10,000 زائر يوميا. كل هذه الديناميكيات تجعل هذا النظام البيئي يجعل لكل الناس انه يهتم. في البدايه كان موضوع نوعا ما هل يتحقق ام لا، اما الان اصبحت حقيقه. الان في هيئات بدات تتشكل، في اتفاقيات ثنائيه شراكات جهويه بدات تتشكل من اجل معناتها التحكم في هذا الموضوع وتقديم قيمه مضافه جديده في الجزائر قد تكون موجوده. لما نرجع فقط سنغافور مثلا كان شباب ستارت اب سنغافور مشاركين معنا في الجزائر، علاه جاوا الى الجزائر؟ جاي يعرض الفكره تاعو ويشوف ممكن بالنسبه له فيها سوق واعده في الجزائر الى افريقيا. فبالتالي هذا التبادل اللي راه يوقع، هذا الاحتكاك اللي يوقع بين الشركات الناشئه يعطي اكثر فعاليه، وهذا هو الواقع، هذه التجربه. نعم، في رايك كيف تتصورون بعد هذا المؤتمر الثاني للمؤسسات الناشئه، ماذا تتوقعون من هذه المؤسسات وكيف تتصورون الشراكات المشتركه؟ شوف في البدايه كانت عروض، كل شركه ناشئه كانت تعرض المشروع تاعها. اليوم لاحظت انا في اليوم الثاني في الزياره الصباحيه لاحظت بان هنالك تفاعل بين الشباب الموجود اللي جا من افريقيا والشباب الجزائري. ما يخفالكش انا من بين الاشياء اللي حقيقه حشت فيها حاجه جديده وحاجه قيمه مضافه لما شفت الطلبه الجزائريين يتحدثون باللغه الانجليزيه مع الافارقه بكل طلاقه بكل اريحيه. هذا نقول بانه مثلا توجيه هذا الرئيس لما قال نجعل من اللغة الإنجليزية لغة العلم في الجزائر في الجامعات أصبحت حقيقة. كان بعض كان يشكك في ذلك ولكن الواقع يقول عكس ذلك. الآن لاحظت أن الشباب حتى الطلبة الأفارقة الموجودين في الجامعات الجزائرية موجودون داخل قاعة المؤتمر. فبالتالي كان هذا الاحتكاك، كان هذا التواصل بين ما هو شركة ناشئة، بين هي فكرة مبتكرة، بين ما هو مثلا بحث علمي عنده براعة اختراع. كل هذا النظام البيئي يتشكل. ولاحظت حتى مثلا الزوار اللي جاوا من إفريقيا المسؤولين وزراء الهيئات كانوا يتفاعلون مع الشباب الموجود داخل المؤتمر. ما كانش هذيك مثلا سابقا كان واحد نقولوا الهيئات في شق ولي ستارت اب والشباب اللي عندهم الافكار في الشق الاخر. الان كلهم يتلاحمون وكلهم يتقاسمون الافكار والهمم على انهم يبحثون عن حلول مشتركه وتكامليه. نعم، كيف تتصورون اذا اليات تسهيل تنقل المؤسسات الناشئه الى افريقيا؟
شوف الان 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 بالنسبه للاليات، احنا في الجزائر عندنا اولا كان نظام بيئي كبير تشكل، اولا عندنا صندوق تمويل شركات الناشئه، عندنا مثلا ادفنتشر هو عباره عن مسرع الاعمال لشركات الناشئه، نجد مثلا اللجنه الوطنيه اللي منح العلامه تاع المشروع المبتكر الى مشروع شركه ناشئه الى مثلا حاضنه اعمال، نلقاو مثلا القوانين التي تم سنها في ظرف قياسي، خاصه من نتحدث عن قانون الصفقات التي اعطت فرصه على انه الشركات الناشئه تاخذ مثلا الصفقات عموميه بدون مرور على قانون الصفقات العادي، فبالتالي هو النوع من التسهيل، النوع من التيسير لاصحاب المشاريع، مثلا اوبن انوفاسيون ابتكار مفتوح اللي دخلت مثلا في قانون الماليه 2023، تقول كل شركه مثلا وطنية خاصة أو عامة لما تفتح مثلا مجال الابتكار داخل الشركة تستفاد من إعفاءات ضريبية، فبالتالي كل هذه المحفزات جعلت كل الذين أتوا إلى الجزائر يتفاجؤون. تحدث مثلا مع شباب الإفريقي الموجود عن طريق شركات ناشئة يقول لك سبحان الله، يقول كيفاش ندير باش نجي نعمل شركة تاعي داخل الجزائر. وهذا هو اللي نقدر نقول أنا، أن أعتقد حان الوقت للجزائر أن تصنع قطب كبير للشركات الناشئة في الجزائر على أنها تستقبل كل هذه الرؤوس الأموال، تستقبل كذلك مثلا أصحاب أفكار، دمج الأفكار بين الأفارقة، لأنه لاحظت مثلا من بين الأشياء اللي لاحظتها أثناء زيارتي وانخراطي وتقاسم الأفكار مع أصحاب الشركات الموجودة، بدأت تتشكل مجموعات شركات ناشئة، لأنه شركة ناشئة في بعض الأحيان يكون عندي أنا حل والثاني عنده حل آخر، لما نجمع نلقى معادلة جديدة تخرجنا لاماتريس جديدة، هذه لاماتريس تستطيع أن تأخذ سوق أكبر، وهذا ما نعرفه الشركات الناشئة هو التمويل. في هذا الإطار أهمية تشكل هذه المجموعات من المؤسسات الناشئة، أهميتها في تنمية القطاع أكثر. شوف الاقتصاد أن يستطيع أن شوف إحنا عادة أنت شغل التعريفات الاقتصادية الكلاسيكية يقول لك الشركات تقوم بكل الأعمال. لما جاءت الابتكار، لما جاءت شركات الناشئة قال لك لا، قال لك كل شركة تهتم بالعمل الرئيسي تاعها والثانوي تعطيه للشركات الناشئة، فبالتالي تكون عندها تركيز أكبر ويكون عندها حتى النفقات تقل. احنا عادة مثلا المستثمرين الجزائريين أصحاب المؤسسات لما نتحدث معهم في بعض الأحيان يقول لك أنا ندير كلش، هذه تعريفات خاصة أتى عليها الزمن، نحتاج الآن إلى مؤسسات تعمل في مجال التخصص، والممولة هو عنصر من عناصر التطوير وعنصر من عناصر المنافسة، فبالتالي المنافسة نحتاج إلى فرق. الشركات الناشئة تشتغل 24 على 24 ساعة، هذا هو الشيء الجميل عند شركات الناشئة. الرئيس لما قال مثلا بعض قال لك يا ودي، قال كيفاش الجزائر استطاعت أن تقوم بهذا الإنجاز في ظرف سنة من المؤتمر الأول المؤتمر الثاني؟ لا، تقريبا الآن المؤسسات الجزائرية اللي تشتغل في هذا المجال أصبحت تشتغل 16 ساعة في اليوم 14 ساعة في اليوم، فبالتالي هذا العمل هو الذي ضعف المنتوج وضعف النتيجة، وخلى الجمهور مثلا اللي حضروا في المؤتمر الأول حسوا بأن الطبعة الثانية شيء أكثر مما كانوا يتصورونه. نعم، بالحديث عن التسجيلات المقدمة للمؤسسات الناشئة ومثل هكذا طبعات مثل المؤتمر الإفريقي، ما هي العراقيل التي تواجه هذه المؤسسات في إفريقيا وما هي نسبة أمل الحياة لها؟ شوف بالنسبة لإفريقيا العنصر الأساسي هو أولا الحماية. نعم. باسكو حماية الأفكار تحتاج إلى أموال، مثلا في الجزائر لما يكون عنده واحد لابير تاع بروجي إينوفو، نعم، عنده معناتها لابير تاع علامة تاع مشروع مبتكر، سكر كيروح مثلا يدير حماية المشروع تاعو ما يدفعش، لأنه لابير يعطي له امتياز، هذا من بين الامتيازات اللي قدمها الرئيس للشركات الناشئة. الحاجة الثانية هو التمويل، لازم نفهموا أن التمويلات يمر على مراحل، كان مرحلة التمويل في الأول البروتوتايب النموذج الأولي، هذه الحاجة الأولى، ثم نسعى إلى التمويل للمشروع في حد ذاته حتى يرتقي سريعا، يكون سكالابيليتي، يكون معناتها شغل ينمو سريعا ويحتاج إلى أموال كبرى. احنا في الجزائر في بعض الشركات مثلا حتى في إفريقيا يعني وهذا المشكل، هو يقول لك مثلا صنع النموذج الحقيقي، النموذج قابل للتصنيع وقابل للتسويق نحتاج إلى أموال، هذا نحن نسموه ليفيتفون المرحلة الأولى، رفع الأموال في المرحلة الأولى، ثم يروح المرحلة الثانية على أنه يكبر الشركة تاعه. ولهذا نقول مثلا لقاء هذا المؤتمر هو عبارة عن فرصة تاع إدماج الحلول المشتركة الموجودة في إفريقيا بين الشركات الناشئة، والتفكير في أنهم في بعض الأحيان نلقى مثلا شخص إفريقي عنده حل وفي الجزائر عنده حل ثاني، نقدر ندمج الفكرتين ونلقى مثلا منتوج يقدر يلبي احتياج أكبر، وهذه هي التحديات اللي تمر بها الآن الشركات الناشئة. صندوق التمويل الإفريقي للصناديق التمويل للشركات الناشئة هو يعتبر من الحلول الرئيسية والتي تستطيع أن تؤثر بها ونصنع قيم مضافة ظرف قياسي إن شاء الله. نعم، أمام هذه التسجيلات كما ذكرت صندوق للتمويل، كيف تتوقعون مستقبل المؤسسات الناشئة؟
أعتقد بأن المؤسسات الشركات الناشئة معروفة بميزة على أنها تنمو سريعاً. لما يكون التمويل ينمو سريعاً. الدولة لما وضعت مثلاً صندوق تمويل الشركات الناشئة هو عبارة عن تمويل أولي. هو مثلاً من هدف تاع السوق مثلاً من هدف تاع الصندوق هذا هو أننا نخرج مشاريع ناجحة حتى حتى مثلاً أصحاب الاستثمار أصحاب المؤسسات كي يشوفوا هذه النماذج يعودوا هما تلك يحوسوا يمولوا هذه المشاريع. وما ننساوش بأن هذا مش قرض. هو عبارة عن تمويل مشترك بدك عمل تشاركي. فبالتالي تقدر مثلا يكون تمويل الأول تمويل الثاني تقدر الشركة تدخل في المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة. وهذا هو الهدف تاع أنه هذا المشروع لهذا الدعوة تاع رئيس الجمهورية للشركات على أنها تفتح أبوابها لتمويل الشركات الناشئة ولو يكون عن طريق التمويلات الثلاثية مش بالضرورة التمويل الثنائي. يقول لك ما نخاطرش وحدي وهنا يدخل صندوق التمويل مثلا اللي حتى رئيس الجمهورية صناديق المحلية على أنها تمول تلك الشركات الناشئة كمرحلة الأولى ثم تبحث عن تمويلات أخرى تكون داخل الجزائر أو خارج الجزائر. نعم. إن شاء الله. أستاذ في حال ما تعثرت مؤسسة ما هي النصائح التي تقدمها كخبير في هذا المجال؟ شوف الآن في الماضي كنا نقول 9 من 10 شركات الناشئات تفشل. هذا في التعريف القديم. أما في التعريف الجديد لماذا نجد المسرعات الأعمال؟ مسرعات الأعمال لأنه صاحب الفكرة عنده الفكرة عنده الحل عنده التكنولوجيا ولكن ما عندوش التسيير ما عندوش المرافقة ما عندوش الإدارة ما عندوش التسويق الذكي. فبالتالي هذه الأشياء مسرع الأعمال راح يلعب هذا الدور مقابل نسبة في المشروع في الشركة الناشئة. لما تكبر الشركة الناشئة صاحب الممول هذا المسرع الأعمال ينسحب يبيع النسبة دياله هنا يدخل ممول أكبر هنا تولي الشركة هي تتكفل بهذه الأشياء. دونك يحتاج إلى تمويل من أجل التسيير التطوير والتسويق يكون أكبر عدد وهذا هو الشيء اللي في بعض الأحيان الشركات الناشئة تفتقر إليه في الجزائر. دونك نحتاج إلى أن نطور هذه النماذج الأعمال التجارية التي تكون متطورة وتنمو سريعا لأكبر عدد لأنه هذا هو الفرق بين ما هو مؤسسة عادية وما هو شركة ناشئة. نعم. ربما ما هي القطاعات التي ترى أو يجب أن تتطور بشكل أكبر وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه أيضا؟ شوف لازم الاقتصادي يفهم في الجزائر بأن هنالك حلول. الآن كان مقاربة ربط الجامعة مثلا المخابر الجامعية تربط مع المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية لازم صاحب المشروع صاحب الفكرة لأنه مش بالضرورة كل مبتكر كل صاحب براعة اختراع ينشأ مؤسسة. لا في بعض الأحيان نحتاج إلى فرق الابتكار والتطوير ونحتاج فرق أخرى إلى التسويق ووضع المنتجات. الآن مثلا أي شركة أنا نقدر نقول الشركات الجزائرية بصفة عامة وهذا يكون ندائي لهم أنهم يفتحوا الأبواب التحول للشركات الناشئة. الآن شيء جديد لازم يكون عليه لازم صاحب المشروع كي ينطلق في دراسة المشروع والتطوير لازم تكون مؤسسة اقتصادية تكون بجانبه في المرحلة الأولى حتى المرحلة الأخيرة. نعم. ربما في هذه النقطة أهمية مرافقة المؤسسات الاقتصادية لهذه المؤسسات الناشئة في دعمها ومرافقتها. شوف احنا الإشكال اللي كان واقع في الجزائر كانت ضبابية بين المستثمر بين صاحب الشركة وبين صاحب الفكرة وصاحب الشركة الناشئة ولا المبتكر ولا اللي عنده براعة اختراع. لازم نفهم لما رئيس الجمهورية حتى على أنه الشركات ما يعطيهم إعفاءات ضريبية ويعطيهم معناتها شغل إيجابيات في الجانب الضريبي لما يروح مثلا التطوير والبحث أوبن إنوفاسيون معناتها شغل ليادي ريشيرش ديفلوبمون. هذه الأشياء علاش هي عبارة عن محفز ومسهل للشركات حتى ترتقي في الأداء تاعها وتدخل هذا عالم الممولة عن طريق الشركات الناشئة وعن طريق مثلا براعات الاختراع الموجودة في الجزائر. كان شركات كبرى تبحث عن جزائريين بعض الأحيان نتحدث عن هجرة الأدمغة. الآن باش نخلي هذه الفرق تشتغل نحتاج إلى فريق يدي خبرة في الخارج ويعود يرجع نحتاج إلى تلك القنوات نحتاج إلى تلك مثلا اللي باسرة اللي تنداروا معناتها الجسور اللي تنداروا بالحديث عن هجرة الأدمغة استسمحك ما هي مقاربة إفريقيا لإعادة استقطاب الأدمغة المهاجرة للاستثمار داخل القارة عبر هذه المؤسسات الناشئة؟ شوف في السابق كنا نقوله مثلا الهجرة الأدمغة عشناها في التسعينات في الجزائر. والآن أصبحت هي عبارة عن فرص تروح مجموعة كل شيء في الجامعات مثلا نعطيك مدرسة الامايتي في الولايات المتحدة الأمريكية تستقطب كل سنة 30% من الطلبة خارج أمريكا وتعطي لهم مثلا لبورزيتي تاعهم. علاه؟ باسكو استوعبوا على أنه لما يكون عندنا التنوع لما يكون عندنا اختلاف الأجناس لما يكون عندنا اختلاف الألسنة اختلاف الثقافات الابتكار يكون عالي. وهذا ما لاحظناه مثلا إلحاح رئيس الجمهورية على أن الجامعات الجزائرية تفتح على الطلبة الأفارقة. وهذا من بين الأشياء هذا النظم البيئية الجديدة التي بدأت تتشكل حتى البعض كان يتساءل لماذا.
لأن الابتكار والتطوير يأتي لما يكون عندنا أجناس مختلفة، فيكون التفكير أحسن ويكون أرقى في النتيجة تاعو البحثية ولا العمل تاع الشركات الناشئة اللي تنشأ بعدها. في هذا الإطار كيف تقيمون تجربة الجزائر لتطوير مؤسستها الناشئة؟ شوف الجزائر معناتها شو نقدر نقول لما نشوفه مثلا من 2020 لما رئيس الجمهوريه في البرنامج تاعو كي كان مترشح قال سافتح باب للشركات الناشئه. نعم. كان الناس تقول يا ودي واش راح دير هذه الشركات الناشئه. اصبحت الان بعض المؤسسات تتهاتف على الشركات الناشئه. نعم. لانها اولا اصبحت مصدر خلق قيمه جديده. نعم. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سيكون دخل اموال، وإحنا معروفة المستثمر يحب المال ينمي. لما الشركات الناشئة تخرج هذه النماذج، تخيلين أنت شركة ناشئة في الجزائر تدي تمويل من الولايات المتحدة الأمريكية من صناديق استثمار أمريكية، هذا مش ارتباطي لأنه حاولت عن طريق مثلا الدخول هذه الأسواق عن طريق شركات أمريكية فلم تنجح، فبالتالي في بعض الحين نحتاج إلى وسطاء. الجزائر نبدأ كوسطاء ثم نتطور ثم نصبح نحن من يخلق القيمة المضافة إن شاء الله في العالم. نعم. كسؤال أخير ربما، هل يمكن لمجال الاستثمار أن يتوسع من قطاع الخدمات إلى القطاعات الإنتاجية؟ شوف نقدر نقول لك القطاعات الإنتاجية موجود. نعم. ولكن عدم وجود الحلقة بين المخابر التطوير. نعم. تدخل بعض المخابر الجزائرية فيهم آلات أحدث التكنولوجيات في العالم موجودة في الجزائر. نعم. هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية نحتاج إلى أننا نخرج من مثلا من الدراسات الورقية ندخل إلى النظام البروتوتايب النموذج الأولي. نعم. وعندنا النموذج القابل للتصنيع كمرحلة ثانية هنا لما نصنع هذه القيم المضافة. نعم. هذه اللي تخلي الشركات سؤال المستثمر عنده سؤال بسيط يقول لك لما نحكم الاختراع تاعك نحكم واحد لعشرة اختراعات موجودة في العالم شحال الترتيب تاع الاختراع ديالك؟ الجزائر لا يستطيع أن يجيب. فبالتالي نحتاج إلى أننا نطور النماذج المخبرية في المرحلة الأولى ثم تكون قابلة للتصنيع في المرحلة الثانية ثم نصنع قيمة الحقيقية. مثلا نعبك لبروفي في الخارج مثلا تقدر تجيب به قرض وتمولي به المشروع تاعك. هذا هو الشيء. لهذا لاحظنا مثلا رئيس الجمهورية أسدى تعليمات مثلا لينابي في الجزائر. لما يكون عنده واحد مثلا لابان تاع مشروع مبتكر الدولة تتكفل به في تسجيل الابتكار تاعو حتى تكون عنده فرصة وأكثر أريحية في عرض المشروع ديالو. نعم. شكرا لك أستاذ شيبان على كل هذه التفاصيل. شكرا لك. سعيد بالمشاركة معكم في هذه الحصة. شكرا لك على الاستضافة. شكرا لك. إذا مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام الجزء الأول من برنامج مع الحدث. فاصل ونواصل. عودة مجددا مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج مع الحدث. سنروي لكم في هذا الجزء قصة تجربة ناجحة لمؤسسة ناشئة، وللحديث أكثر عن هذه المؤسسة أسعد باستضافة السيد سوقي عبد الحليم مخترع وصاحب شركة ناشئة. مرحبا بك سيد. مرحبا. أولا أشكركم على الاستضافة في هذه الحصة. شكرا لقبول هذه الدعوة. بداية سيد سوفي، كيف كانت الفكرة لإنشاء مؤسسة ناشئة وكيف كانت مراحل تجسيدها؟ نعم، أولا فكرة المؤسسة الناشئة هذه جات مع الوزارة الجديدة يعني اللي تم يعني كما قلنا احنا تأسيسها يعني هذا يدل على التوجه الجديد طبعا اقتصادي جديد في البلاد. لكن أنا يعني كنت من الأوائل يعني قبل 20 سنة تحصلت يعني على عدة براءة اختراع، يعني كان عندي أفكار ومشاريع مبتكرة طبعا في مجال الكهرباء هو المجال نتاعي يعني الخاص بي، وقدرت نجسد ميدانيا يعني قبل تأسيس الوزارة في حد ذاتها. يعني سنة 2013 كان لي أول مشروع نموذجي ميداني مبتكر جزائري 100% في ولاية سكيكدا بالتعاون مع ولاية سكيكدا آنذاك ومع شركة سونار غاز أيضا، وضعنا يعني كانت اللبنات الأولى يعني للشركات الناشئة. ومن بعد تطورت الأمور يعني تسمى هي عدة مشاريع يعني لا يتسع الوقت يعني باش نتحدث عليها كاملة، ولكن قدرنا مع الوقت نطوروا في كما نقول احنا من هاوي يعني مخترع هاوي باش نروحوا للبروفيسيوناليزم يعني الاحترافيه. ويعني كانت فرصه حقيقيه يعني انطلاقا من سنه 2019 سجلت يعني كما نقول حنايا في اطار هذه المؤسسات الناشئه، وقدرت ناسس شركه ناشئه وتحصلت على عده علامات
علامات يعني بالنسبة للمشاريع المبتكرة اللي نذكر منها حوالي يعني حوالي 5 علامات يعني مسجلة باسمي وكان لي فيها بالشراكة مع أصدقاء طبعا. ولكن يعني يعني نشوف يعني كما نقولوا حنايا المحصلة تاع المجهودات هذه اللي رانا نشوف فيها، رانا قريب ندخلوا في السنة الخامسة يعني من هذا التوجه، لابد من تفعيل حوصلة باش نقيموا الأهداف اللي رسمناها ولا ترسمت يعني في أول طريق، وهذا اللي كما نقولوا حنا اللي الانطلاق بقوة وتسمى يعني والإنسان يراجع كما نقولوا حنا نقاط الضعف يشوف نقاط القوة، لأن المبدأ هذا يعني حتى في المؤسسة الناشئة المؤسسة الناشئة ما تعتبرش يعني الإخفاق يعني بالنسبة للمؤسسة الناشئة والفشل تعتبره جزء من النجاح، وهذا يعني انطلاقة جديدة ربما أكيد، وهذه تراكمات يعني نحكي لك أنا تسمى خبرة ميدانية 20 سنة. في هذا الإطار سيد سوقي نتحدث أيضا عن العراقيل ربما التي واجهتها الشركة في بدايتها، بداية المشروع. نعم، العراقيل يعني متعددة ومتنوعة يعني حدث ولا حرج. نعم، كيف كان التعامل مع هذه العراقيل؟ والله التعامل بالصبر، الصبر ولازم يعني هذه يعني كما نقولوا احنا رسالة يعني بالنسبة للشباب. نعم، لازمهم يصبروا يعني. تشوف الوقت اللي انطلقت فيه انا يعني شخصيا يعني كانت يعني البيئة غير مناسبة تماما. نعم، لانطلاق مشاريع ابتكارية. نعم، يعني تقول يعني تروح مسؤول تقول له مشروع ابتكاري يعني انا ذاك يعني من نظرة الان راهي تبدلت تغيرت تماما يعني. نعم، تحول جدري في النظرة بالنسبة للمؤسسة الناشئة وبالنسبة للمشاريع المبتكرة بصفة عامة. يعني قاسينا يعني كما نقولوا احنا في المشوار نتاعنا، ولكن الحمد لله كاين نتائج، ونتائج ملموسة ميدانية، مانيش نحكيوا على امور. نعم، كيف تم امتصاص هذه المشاكل من طرف الشركة؟ والله شوف كاين حاليا يعني تسمى في السنوات الأخيرة هذه كاين تسريع، كاين نقولوا احنا المشاكل اللي كنا نعانيوا فيها في الأول راهي تتحل تدريجيا. يعني نقول لك نجيب لك مثال يعني حي يعني انا عانيت منه شخصيا، وهو يعني في الانطلاقه نتاعي كي اسست الشركه الناشئه نتاعي عندي مشروع نتاعي يعني مع البلديات ومع الجماعات المحليه، وقع مشكل تاع الصفقات العموميه. نعم، يعني رؤساء البلديات ولا المسؤولين يعني بالنسبه للصفقات العموميه القانون السابق لا يسمح بأنهم يتعاملوا معك مباشرة، يعني ماهيش الصورة ماهيش واضحة، ولو كان يعني كاين تلميح للنقطة هذه في القانون 247/15 في التعامل مع ما هو يعني كما قلنا احنا احتكار منتوج معين يعني مبتكر بصفة قانونية، ولكن ما كانش يعني توضيح يعني بصفة يعني قاطعة يعني باش الناس يعني يقولوا احنا يمد لهم الصلاحية انهم يتعاملوا معك مباشرة. ولكن صرا يعني في قبل اشهر يعني قليله. نعم، يعني في شهر جويليا الفارط صرا تعديل يعني في النقطه هذه بالذات للكثير. انا متاكد بلي الكثير من الشركات الناشئه راهي تعاني من المشكل هذا، والحمد لله صرا تعديل، والان يعني اي شركه ناشئه اللي عندها مشروع مبتكر وعندها براءه اختراع وعندها منتوج مبتكر يقدر يتعامل مباشره مع هيئات الدولة يعني مؤسسات الدولة دون المرور عبر الصفقات العمومية، يعني في إطار قانوني واضح يعني وضوح الشمس. يعني التعديل هذا اللي صار في اللي صار ظهر في الجريدة الرسمية رقم 50 مؤخرا اسمح للشركات الناشئة أنها توجد مكان في السوق الوطنية. يعني والله انا شخصيا نعتبر ان العراقيل يعني البيروقراطيه هي اصعب من العراقيل الماليه.
لانه يعني نقولوا حنا اي مشروع ناجح تلقى التمويل نتاعو. نعم. يعني بكل سهوله اي انسان ماذا به يستثمر باش يجيب فوائد وكذا، ولكن انك باش تحط المشروع نتاعك في الميدان هنا الصعوبه. كانت كنا نعانيوا من صعوبات قانونيه، الحمد لله راهي تتلاشى تدريجيا. يعني مؤخرا يعني كان بالنسبه للمشاريع نتاعي، المشاريع نتاعي كما نقولوا حنا في اطار البي تو جي، يعني تسمى مع الدوله. نعم. مش في اطار، لو كان يعني كان منتوج يعني موجه للعامه لعامه الناس، ما كناش يعني نعاني من النقطه هذه، يعني النقطه هذه. ولكن يعني ربما ما هو الحلول التي تقدمونها الشركة، ما هي الحلول التي تقدم؟ نعم، يعني بالنسبة لي أنا الحل نتاعي يدخل في إطار الأمن الطاقوي. نعم. الأمن الطاقوي يعني حاجة كما نقولوا حنايا مهمة جدا بالنسبة للوطن. وكان يعني مشروعين، المشروع الأول يعني بديت فيه يعني منذ مدة طويلة وتحصلت على عدة براءة اختراع فيه وطورته يعني مع الوقت، وهو مشروع اقتصاد الطاقة في الإنارة العمومية. نعم. والمشروع الثاني اللي راني حاليا راني كما نقولوا حنا نعمل فيه وبالتعاون يعني مع كان اتصال مباشره مع وزاره الطاقه، اللي هي يعني حولت الملف الى شركه صونا الغاز. نعم. بحكم انها الشركه يعني كما نقولوا حنا المعنيه بالجهاز هذا وبالفكره المبتكره هذه. نعم. والحمد لله راني فتنا على يعني كما نقولوا حنا على مركز البحث والتطوير التابع لشركه صونا الغاز. نعم. وتم يعني اصدار تقرير يعني مفصل حول الجهاز مؤخرا، يعني خبروني بلي راهو شركه صونا الغاز راهي قبلت باش تعاون معنا باش نديروا تصنيع الجهاز. نعم. ونتمنى انه الامور ما تبقاش يعني كما نقولوا حنا يكون فيها تماطل، ماذا بيا نمر مباشره للتصنيع، يعني باش تكون امور ملموسه ميدانيه باش الانسان يقدر ينفع نقولوا حنا البلد نتاعو طبعا من خلال الافكار نتاعو والمنتوجات يعني الميدانيه. ومن جهه واحده اخرى انه هذه المنتوجات وهذه الافكار راح تخلق مناصب شغل، وهذا شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. نعم. نتحدث فقط عن كيف يتم ربما مصادر تمويل الشركه او المشروع. شوف، مصادر تمويل الشركه متعدده، يعني هي معروفه طبعا حاليا، يعني كاين يعني كما قلنا الصندوق اللي وضعته الدوله لا سافر هو معروف بالنسبه لوزاره المؤسسات الناشئه، وكاين ثاني مصادر اخرى يعني هذه تدخل في اطار اللي يسموه الاوبن انوفيشن، يعني وين يشوفوا لانجل بزنس، هادو ناس يعني يستثمروا في الاختراعات ويستثمروا في الافكار الجديده اللي باش تعود عليهم بالفوائد. وهذه نعم. ثقافة جديدة يعني ما من قبل ما كانش نعرفوها، يعني تسمى ماذا بينا الثقافة هذه تسمى، يعني كاين مصادر يعني تابعة للدولة، كاين مصادر يعني خاصة، يعني بحكم الاستثمار المستثمرين يستثمروا في أفكار جديدة وفي مشاريع جديدة، وهنا تكون يا حبذا تكون يعني تعاون، يعني تكون سينرجي اللي باش نقولوا حنا ما بين الوزارة المعنية نقولوا حنا بمؤسسة ناشئة، وما بين نقولوا حنا حتى القطاع الخاص، القطاع الخاص، لانه كي تكون نقولوا حنا تعاون هذا هنا يبان النتيجه. نعم. النتيجه تكون ميدانيه. نعم. استاذ سوقي، تحدثت عن تعاون داخل الوطن مع مؤسسات عموميه، هل هناك تعاون ربما خارج الوطن ام تطمحون لهذا الامر مستقبلا؟ والله كان لي اتصال يعني اتصالات يعني منذ سنوات بعده يعني اطراف اجنبيه، يعني كانت شركه تونسيه يعني اتصلت بنا في الجهاز الاول هذا جهاز اقتصاد الطاقه، كذلك كاين شركتين يعني من الامارات ثاني اتصلوا بنا، ولكن يعني بحكم يعني المشروع ماذا بيا المشروع نتاعي يشوف الضوء هنا في الجزائر. ربما ما هي المجالات التي يتوجه لها المشروع في الجزائر على غرار شركة صونا الغاز التي تطلع؟ نعم، هي شوفوا المشروع رحنا بديناه مع صونا الغاز، هو المشروع يعني فيه ثلاث محاور ولا ثلاث يعني انقسم إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول يعني معني به صونا الغاز يعني كشركة يعني مكلفة بتوزيع الكهرباء، والجزء الثاني متعلق بالمصانع يعني الزنجستريال. نعم. والجزء الثالث هو خاص بالمواطنين، يعني مثل الفكره هذه اللي تدخل في اطار الامن الطاقوي وتوزيع الطاقه الكهربائيه على المواطن،
هذه تكون يعني عبر ثلاث مراحل. احنا فضلنا نبداو بالمرحله الاولى، نبداو مع شركه سونال غاز، لان سونال غاز هي كما نقولوا حنايا السيون ريفيرونس، يعني هي معيار، يعني كما نقولوا حنا ينظر اليها، ما تسمى شغل كسيون فيترين، يعني غدوان الانسان تكون منتجات يعني ديريفي كما نقولوا حنا، مشتقه يعني من المنتوج الاساسي، تكون كما نقولوا حنا عندها كما نقولوا حنا شعبيه، لان سونال غاز مادام تبنات المشروع الاول ومشات فيه ونجح ميدانيا، المشاريع الاخرى راح تنجح اوتوماتيكيا. يعني هذه تدخل في اطار استراتيجيه طبعا. نعم سيد سوقي، نتحدث عن المؤسسه التي ربما انشئت منذ سنوات، كم هو عدد مناصب الشغل التي استحدثتها شركتكم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة؟ طبعا حتى المناصب المباشرة حوالي 5 مناصب حاليا، ونتمنى يعني نوسعها حوالي في الأشهر القادمة إن شاء الله، ممكن نوصل حتى 50 منصب شغل، يعني بالتعاون مع أحد المستثمرين. أما مع بداية يعني المشروع مع سونال غاز، يعني نأمل الأمر يكون أكبر من هذا بكثير. نعم نعم. كسؤال آخر، ما هو تعليقكم على مقاربة الجزائر التي تعتمد على ربط جسور التواصل بين مؤسسات التكوين والبحث من جهة، وعالم المقاولاتية من جهة أخرى، وكيف تقيمون نتائج هذه المقاربة إلى حد الآن؟ شوف المقاربة بالنسبة يعني كما قلنا المشاريع المبتكرة، مادام نحكيو على الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في إطار مؤسسات التكوين المهني وإلا الجامعات، وإلا لازم تكون عندنا نظرة شاملة، يعني هذا رأي خاص، يعني رأي خاص بحكم يعني بحكم تجربة. نعم تفضل. نقول احنا متواضعة في هذا الميدان، لازم تكون الأمر موسع، ما يبقاش حكر على مؤسسة معينة أو مثلا كالجامعة مثلا، لازم مد جسور كما قلنا احنا التواصل مع كما قلنا احنا هي هيئات خارجيه، معناتها الجامعه فيها العلم، فيها لو سافوار فير ولو سافوار، وحنا واش المشكل نتاعنا كيفاش نديروا هذاك الرابط ما بين لو سافوار ولو سافوار فير. نعم مع مؤسسات اقتصاديه ربما، المؤسسات الاقتصاديه، لان عندها خاطر شوفي الحكمه تقتضي انك تستفيد من ابسط انسان ممكن تستفيد منه، لانه بحكم العمل اليدوي نتاعو اللي هو ينقص الناس تاع الجامعه راهو عندهم دي نوسيون تيوريك، معناتها انه الميدان ما عندهمش احتكاك به يعني كما نقولوا احنا بكثره، وهذا هو الاشكال. نعم. الحكمه تقتضي اننا نوصلوا الناس هذو تاع الجامعه، نديروا همزه وصل. نعم. بينهم وبين العمل الحقيقي، عالم الشغل. نعم. يعني الشغل الحقيقي، لما لا يعني يكونوا تربصات ميدانية، هذاك الطالب الجامعي اللي عنده هذيك المعرفة، عنده كما نقول احنا الباجاج هذاك، انه يشوف ميدانيا كيفاش الامور راهي تندار، وهذا راح يمد له نقولوا احنا دفع. خطر الاشكال اللي نشوف فيه الافكار ما شاء الله، يعني نحكي لك المبتكره والا يعني الشركات الناشئه ما شاء الله، يعني العدد نتاعها يعني وفي تزايد مستمر، ولكن الفعال يعني ما هو يعني التاثير نتاعها الميداني، هذا هو اللي نستناو فيه. لما دابينا نكون كما قلنا بقدر عدد الافكار وهذاك، يكون الميدان ثاني يكون يتبع العدد، نقولوا احنا يكون مشاريع حقيقيه ميدانيه، وهذا هو الشيء اللي نطمحوا ليه جميعا. في هذا الإطار، كيف تقيمون تجربة استحداث مؤسسات الناشئة إلى حد الآن؟ شوف أنا نعتبر يعني كما نقول احنا هيبة من الله، يعني نعم. يعني الوزارة هذه نعم. والفكرة تاع تعميم يعني الشركات الناشئة والاهتمام بها يعني بالطريقة هذه، يعني تسمى يعني علاش؟ لأن شفت أنا من قبل كيفاش كنا نعانيو. نعم. يعني شفتوا تسهيلات كبيره، رانا نشوفوا في تسهيلات كبيره بالنسبه للمؤسسات الناشئه اللي ما كانتش من قبل. نعم. وهذا تسمى هذه حاجه يعني ما كما نقول احنا من قبل، يعني قبل 10 سنوات في الاحلام ما كناش نشوفوها. كسؤال اخر استاذ سوفي، ما هي اسس انشاء مؤسسه ناشئه بحكم تجربتكم، وماذا يلزم من اليات لتفعيلها وانجاحها ايضا؟ شوف الحاجة الأولى للإنسان لازم يركز عليها،
ما لازمش يحط الإخفاق ولا الفشل بين عينيه، ويعتبر الفشل هو كما قلنا جزء من النجاح. أنا فشلت نستفيد من التجربة نتاعي، ونستفيد كذلك من فشل الآخرين. ممكن يعني فشل تاع شركة ولا كذا، ندرس على فشل الشركة هذه ونحاول كما نقولوا حنايا نكتسب الخبرة، سواء يعني خبرة شخصية أو خبرة من أشخاص يعني فاتونا من قبل. وهذا هو السر تاع النجاح، سي لا بيرسيستونس. لازم كما نقولوا حنايا تكمل مهما كانت الصعوبات، مهما كانت العراقيل، لازم تكمل حتى توصل الهدف نتاعك. وهذا هو يعني كما نقولوا حنا سر النجاح من الشركه. اكيد هذه صفه النجاح ولا لا ريسيت كما نقولوا حنا ماجيك نتاع لا ريسيت. نعود الى مؤسستكم الناشئه استاذ سوفي، ما هي افاق هذه الشركه واهدافها ايضا على المدى القصير المتوسط والبعيد؟ شوف، على المدى القصير ان شاء الله يعني عندما يعني عده مشاريع طبعا ما تكلمتش عليها جميعا، مركز على المشروع هذا الاخير يعني مع شركه صون الغاز، بحكم يعني اهميه المشروع اولا. نعم. وبحكم يعني باللي رانا واجدين يعني حتى ميدانيا رانا واجدين باش نصنعوا الجهاز بالتعاون طبعا مع صون الغاز، ومام حتى الفكره هذه تاع الجهاز راح تفتح المجال، حتى مادام كنا نحكيوا على الجامعه تفتح المجال لادراج الذكاء الاصطناعي في الجهاز هذا، الفكره الجديده هذه اللي يقدموها كما قلنا مع صون الغاز. إدراج الذكاء الاصطناعي راح يمد بعد عالمي للجهاز، يعني ممكن نستعملوه هنا كفكرة قابلة للاستعمال في الجزائر وفي أفريقيا بصفة عامة، بحكم تشابه يعني الشبكات الكهربائية الموجودة يعني في الجزائر وفي أفريقيا بصفة عامة. أما يعني إذا ضفنا لها يعني بعد يعني كما نقولوا حنايا الذكاء الاصطناعي للجهاز هذا، يعني ونطمح يعني إن شاء الله راني نفتح المجال يعني حتى يعني من خلال الافكار، يعني كاين طلبه يجيو يشوفوا يعني نعاونهم نساعدهم بحكم يعني الخبره نتاعي، نساعدهم ومد لهم التجربه نتاعي وننصحهم. نعم. يعني نقاط القوه نقاط الضعف، لازم كيفاش تتجاوز العراقيل، كيفاش تصبر. نعم. باش توصل للهدف نتاعك. نعم. لو تصف لنا ربما من خلال وجودك هنا في المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، لمشاركتكم هنا لعرض التجربة وأخذ ربما خبرات أخرى أو لتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات ناشئة أخرى؟ أكيد، هو كما نقول احنا المؤسسة الناشئة نقطة القوة نتاعها هو في الاحتكاك مع شركات ناشئة. نعم. أخرى، والاستفاده والافاده. معناتها ان الانسان لما يجي يعني مؤتمر كما هذا يعني عنده بعد دولي. نعم. يعني افريقي قاري يعني بحضور اكثر من 30 دوله، نظن باللي راهو فرصه حقيقيه يعني لتبادل الخبرات وتبادل التجارب يعني بين الدول. وحنا نظهر لي في فتره يعني صغيره يعني قطعنا شوط كبير يعني وين كنا وين رجعنا. نعم. يعني وهذا يعني نظن باللي راهي فرصه حقيقيه بالنسبه للشباب باش يستفادوا، باش كما نقولوا حنا تكون عندهم نظره اوضح بالنسبه للشركات الناشئه، وتكون ثاني نخرجوا من البعد الوطني نشوفوا البعد الاجنبي باش نقدروا نقارنوا كما قلنا المستوى اللي وصلنا ليه بالنسبة للمؤسسات ولا للشركات الناشئة الأجنبية. نعم. في هذا الإطار ربما هناك تنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، كيف ترون هذا التنسيق؟ طبعا يعني بحكم يعني العلاقة الوطيدة بين الجامعة كما نقول احنا عالم الجامعة. نعم. وعالم المؤسسات الناشئة طبعا هي علاقه يعني تكامل كما نقول. نعم. هي علاقه تكامل ما بين التعليم العالي وما بين الشركه الناشئه، وهي حبذا تكون علاقه ثالثه يعني كما نقولوا حنايا مع هو علم يعني مجالات اخرى كالتصنيع مثلا. نعم. وزاره الصناعه مثلا، ماذا بينا يكون اتفاق يكون ثلاثي، يعني باش الشيء اللي كنت نحكي لك عليه انه كيفاش مر من عالم الكوتي تيوريك للكوتي. نعم. براتيك، يعني كيفاش نوصلوا الافكار هذو تاع الطلبه يعني كما نقولوا حنا ويوليوا منتوجات حقيقيه. نعم. انه يستفاد منهم البلاد، تستفاد منهم ونقدروا نخلقوا منهم منصب شغل، باسكو نهضروا على حاجه مهمه جدا وهي خلق مناصب شغل. عندنا ملايين طلبه اللي راهم يتخرجوا وراهم ما يلقاوش شغل، وهذا. نعم. اشكال كبير.
يعني هذه فرصة حقيقية لخلق مناصب شغل. يعني كل طالب يعني يخلق 10 مناصب شغل فقط، يعني مع آلاف، يعني مئات الآلاف من الطلبة يعني يتخرجوا سنويا، أحسب قد يعني مناصب الشغل اللي راح يخلقوا. وهذه يظهر لي هذه استراتيجية ذكية، يعني يظهر لي وكان نمشيو فيها يعني من السنوات القادمة إن شاء الله، وتكون يعني يقولوا إحنا يعني كما قلوا إحنا توجه يعني حكيم، يعني راح نوصلوا يعني كما قلوا إحنا لمستويات بطالة منخفضة جدا جدا، يعني بغض النظر يعني على لا فالور اجوتي، على القيمه المضافه اللي راح يقدمها البلد. نعم استاذ سوقي، من خلال تجربتكم ربما ما هي النصائح التي تقدمونها للشباب حاملي الافكار؟ كيف يمكن تحويل هذه الافكار الى مشاريع ناجحه من خلال التجربه التي من خلال شركتكم؟ طبعا طبعا، هو شوف الشركه الناشئه لازم نفهموا حاجه باللي نعم. شركه ناشئه ليست حكر على الامور الرقميه فقط. نعم. هو الشركه الناشئه المفهوم نتاعها واسع جدا، يعني يشمل قطاعات كثيره، يعني من الصناعه، الفلاحه، جميع القطاعات الموجوده الاقتصاديه الموجوده يعني في الوطن هي معنيه يعني بدور الشركه الناشئه، ماهيش حكر على الرقمنه او على قطاع معين. نعم. لازم نتفاهموا ونوصلوا الرسالة باش يكون مفهوم واضح، معناتها باللي يعني المفهوم تاع المؤسسة الناشئة راه واسع جدا. يبقى يعني كيما نقولوا احنا بالنسبة للنصائح للشباب، نعم للشباب حاملي الأفكار، لازم ما يكتفيوش بالمعلومات فقط، لازم يشوفوا الميدان. كيما كنت نحكي من قبيل أنه الميدان هو أهم شيء، ممكن الإنسان يستفاد من المعلومات اللي عنده وكيوظفها يعني ميدانيا، يشوف يراقب، يشوف يروح يدير تربصات في المصانع، تربصات يشوف الناس كيف راهي تعمل ميدانيا. نعم. ومن خلال يعني الملاحظه ومن خلال راح يكتسب خبرات، الخبرات هذيك ما راهيش تجي نقولوا حنايا هكذيك، يعني هي تراكم سنوات طويله من العمل الميداني اللي ممكن منها تخلق يعني كما نقولوا حنايا منتجات مبتكره جديده جدا. جديدة وجيدة جدا كما نقولوا حنا، ويستنفع بها الوطن، وماشي عيب يعني حتى ولو هذاك العامل البسيط جدا، هذاك العامل يعني اللي تشوفه بسيط جدا تقدر تستفاد منه وتقدر يلهمك باش تكون عندك فكرة مبتكرة جيدة جدا، وتشوف طريقة التصنيع نتاعو ولا كيفاش يخدم ولا كيفاش، تبقى في ورشة بسيطة ممكن انك تستفاد منه، وممكن انك تطور فكرة من كما نقولوا حنا من شيء نقولوا حنا كان في الذهن تاع الانسان كشيء مجرد، ان يولي حاجه ميدانيه تطبيقيه قابله للتطبيق ميدانيه تنفع بها البلد نتاعك وتخلق بها مناصب شغل ودير كما قلت لنا قيمه مضافه يستنفع بها الجميع. نعم، نعود الى الشركه استاذ سوقي، هل الشركه مستقله بحد ذاتها ام لديها فروع مؤسسات ناشئه اخرى؟ هل تعمل مع مجموعات من المؤسسات؟ طبعا هو لازم الانسان يدير مؤسسه ناشئه لازم تكون عنده شبكه. نعم. الشبكه مهمه جدا، شبكه العلاقات مهمه جدا للشركات الناشئه، يعني هذه شبكه العلاقات تخليك دائما كما نقولوا احنا مع جديد، تسمى دائما اجور، ما تكونش نقولوا احنا متقوقع على روحك، يعني الانسان يكون دائما على اتصال بالاخرين يشوف وين وصلوا. ممكن تكون شركه ناشئه متكامله، ولما لا تكون تكتلات لشركه ناشئه انها تعمل في مشروع واحد. نعم. كل واحد حسب التخصص. نعم. خاطر ممكن يكون منتوج يكون فيه مجموعه من التخصصات. نعم. وهذه مهمه جدا يعني، وبالنسبه للشركه الناشئه يعني ما يكونش كل شيء يعني انسان واحد يخدم كلش. نعم. كل تخصص عنده الاهل نتاعو، وهنا يكون الاتقان في المنتوج النهائي، يعني قد يكون خدمه قد يكون منتوج يعني صناعي. نعم. كما قلت لك يعني المجال راه واسع جدا. نعم، شكرا لك سيد سوقي على كل هذه التفاصيل وعلى هذا التدخل معنا في برنامج مع الحدث. شكرا لكم. شكرا. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج مع الحدث، إلى اللقاء.